بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم دكتورة هيام زيدان. هنتكلم دلوقتي على شابتر 8، المال نيوتريشن ديزيزز اوف تشيلدرن، أمراض سوء التغذية أو الأمراض الناتجة عن سوء التغذية في الأطفال. هنتكلم على الجنرال اوبجكتيفز. By the end of this lecture، في نهاية المحاضرة، the student will be able to identify the malnutrition. المفروض الطلبة تتعرف يعني ايه malnutrition. Precipitating factor، ايه هي الأسباب اللي بتؤدي إلى malnutritional disease. Describe types، أعرف أنواع malnutritional diseases. And perform nursing intervention of a child، وأقدم الرعاية التمريضية للطفل اللي child having كواشركور أو مرازمس أو ريكتس. عندنا 3 أمراض ناتجين عن سوء التغذية هندرسهم، الكواشركور والمرازمس. الكواشركور اللي هو نقص البروتين، المرازمس اللي هو الهزال، والريكتس اللي هو نقص فيتامين دي أو الكساح. Definition of malnutrition. المالنيوتريشنال تشايلد هو التشايلد از بورلي نارشد، التشايلد اللي هو بورلي نارج اللي هي تغذيته بتبقى ضعيفه. ايه هي البريسيبيتيتنج فاكتور اوف مالنيوتريشن؟ العوامل المؤثره او العوامل المساعده اللي بتؤدي الى امراض سوء التغذيه. اول حاجه لاك اوف فودز، اللي باختصار البافارتي او الفقر، فبيبقى معاه نقص في الغذاء. ان اديكويت بريست فيدنج، عدم اخذ الرضاعه الطبيعيه الكافيه. رونج كونسبت اباوت وينينج، الفطام، الناس اللي بتتفطم، مرحله الوينينج او الفطام بتبقى بطريقه خطا اللي هي رونج كونسبت اباوت وينينج. الاطفال اللي بيبقى على طول عندهم دايرية وعندهم مال ابزوربشن، عندهم اسهال وعندهم سوء هضم. الانفكشنز اللي هي العدوى، وممثلة في الأطفال اللي بيبقوا having worms، خلاص عندهم ديدان أو عندهم infectious diseases، أمراض معدية زي الميزلس، أو عندهم التي بي اللي هو السل. هنتكلم على types of malnutrition، أنواع نقص الغذاء عند الأطفال. أول حاجة عندنا بروتين energy malnutrition، ودوت بيبقى فيه تو ديزيزز. هنتكلم على الكواشركور اللي هو لو بروتين، نقص البروتين في الغذاء، وهنتكلم على المرازمس اللي هو لو كالوريز، اللي هو نقص السعرات الحراريه الموجوده في الغذاء ككل. هنتكلم على المايكرو نيوتريانت ديفيشنسي، اللي هي نقص في العناصر الغذائيه مثل الايودين، نقص في الايرن في الحديد، نقص فيتامين اي اند فيتامين دي. اول ديزيز عندنا الكواشركور، او بنسميه اوديمتاس مال نيوتريشن. اوديمتاس اللي هي فيها اوديمه، بيبقى مصحوب بيها اوديمه او سوالن. كواشركور is a clinical syndrome which result from a deficiency of protein which an adequate supply of calorie. الكواشركور عباره عن clinical syndrome which result from بينتج من deficiency في البروتين ومصاحب ليه with an adequate supply للكالوري. كمية البروتين اللي في الغذاء هي اللي بتبقى قليلة، لكن باقي كمية الكالوريز اللي بيحتاجها الطفل بياخدها كاملة. A diet consisting mainly of starch greens، الغذاء بتاع الطفل اللي هو بيبقى عنده كواشركور ده عادة بيبقى تكوينه الأساسي نشويات. Provides adequate calories، بتديله الطاقة السعرات الحرارية الكافية. In the form of carbohydrate، في شكل المواد النشوية. But an inadequate amount of high proteins، الغذاء بتاع الطفل دوت اللي هو having كواشركور بيبقى limited amount من البروتينز. ايه هي اسباب الكواشركور الايتيولوجي؟ اول حاجة بنقول الكواشركور عادة occurs in infancy، بيحصل في فترة الرضاعة، غالبا في second year of life. It is following abrupt
abrupt weaning. Following abrupt weaning اللي هي suddenly weaning، الطفل اللي بيتعمله فطام مفاجئ وليس جرادولي. احنا عارفين ان الويننج المفروض يبقى جرادولي بالتدريج. الطفل اللي بيتعمل له هنا ابربت ويننج فطام بصوره مفاجئه بيتعرض ان يجي له كواشركور. ايه هي الساين والسيمتومز اللي بتظهر على التشايلد اللي هو بيبقى بيعاني من الكواشركور او من اللو بروتين؟ كلينيكال مانيفستيشن بيبقى اول حاجه ديكريز الماسل ماس، كتلة العضلات للطفل دوت بتبقى قليلة اللي هي failure to gain weight، ما بيبقاش فيه عنده الوزن الطبيعي المناسب لسنه. تاني حاجة بيبقى فيه swollen belly edema اللي هي الأديمة بيبقى عنده. بيبقى فيه changes في السكين بيجمنت، صبغة الجلد بيبدأ يتغير، بيبقى لونها متغير، بيبقى فيه بلاجرا او لوس للبيجمنت، فقد لصبغيه الجلد، او ممكن السكين مي بي داركن يبقى لونه غامق. بالنسبه للهير هنا الشعر الطفل دوت بنقول الهير بيحصل لها لايتنس اند ثين، بتضعف الشعر بيبقى ضعيف وبيبدا لونه يتغير يفتح وبكمز ريديش اند بريتل، ممكن يوصل للون الاحمر ويبدا يتقصف. increase the infection and the diarrhea. البيشنت هنا او التشايلد اللي عنده كواشركور غالبا بيبقى لايبل او بيبقى على طول عنده انفكشن، عنده عدوى وعنده دايريا اسهال. الطفل دوت بيبقى ايه كمان؟ قال لي بيبقى اباثي وليثارجيك وايريتابيليتي. خلاص اباثي يعني ما عندوش ريسبونس للاذرز، نو ريسبوند للاذرز، وبيبقى irritability عنده هنا irritability اللي هي حاله من الهياج. بنقول هنا شايفين البيكتشر دي بتبقى صوره التشايلد اللي عنده كواشركور. ممكن الطفل دوت يحصل له ديس، الديس هنا doesn't occur from actual starvation، مش نتيجه فقد الغذاء، but from secondary infection، بيحصل اكتر نتيجه العدوى المتكرره اللي بتبقى موجوده عنده. في بريزنت ساينس بتبقى موجوده في الاطفال اللي بيمثلوا هايست مورتاليتي ريت، معدل وفاه بيوصل من 50 ل 60%، وقلنا دوت بيبقى ناتج من السكندري انفكشن. البريزنت ساينس اللي بتبقى موجوده على التشايلد دوت بيبقى اربع اعراض. اول حاجه مون فيس، بنلاقي شكل الوجه واخد شكل القمر او الدائري نتيجه الاوديما والسوالينج. بنلاقي الهير فيه تشينجز زي احنا ما قلنا، بيبقى تشينجز وممكن يبقى ريديش وممكن يبقى بريتل. بنلاقي هنا سكين دي بيجمنتيشن، تغيير في صبغية الجلد، والطفل ده بيبقى عنده انيميا اللي هي فقر في الدم. هنتكلم على المرض التاني من امراض سوء التغذية اللي هو المرازمس او الهزال. مرازمس involves inadequate intake of protein and calorie. المرازمس هنا بيبقى عندي نقص في حاجتين اساسيتين، البروتين وكميه السعرات الحراريه اللي المفروض ياخدها الطفل. في المرازمس عامه التشايلد بنقول هنا هو the body utilize all fats stores before using muscles. جسم الطفل هنا في حاله ما يبقى مصاب بالمرازمس او بالهزال بيبدا يتعامل او يستخدم الفاتس اللي موجوده في الجسم او المتخزنه في الجسم، وبعد كده يبدا يستخدم العضلات. الايتيولوجي اوف مرازمس، بنقول هنا ان المرازمس بيبقى كومنلي شائع في الفيرست يير، في السنه الاولى من العمر الطفل، ودوت بسبب ايه؟ لاك في البريست فيدنج او دايلوتد فورمولا. يا اما البريست فيد اللي بياخدها الطفل هنا عدد مراتها غير كافي، او الفورمولا لو هو بياخد ارتفيشال فيدنج رضاعه صناعيه دايلوتد بتبقى مخففه. بيبقى نتيجه ايه المرازمس بيحصل هنا؟ نتيجه البافرتي الفقر والدياريه، الطفل اللي عنده دياريه كتير ممكن يجيله مرازمس. نتيجة ايه كمان من سبب من ضمن اسباب المرازمس؟ قال لي الاجنورانس اند بور ماتيرنال نيوتريشن،
ignorance اللي هو الجهل هنا، او عدم درايه البيرنت او الكير جيفر اللي هو القائم بالرعايه بمكونات الغذاء الطبيعيه اللي المفروض ياخدها الطفل. ايه هي الاعراض بقى الكلينيكال مانيفيستيشن اوف ماراسمس؟ اول حاجه بنلاقي الطفل اللي عنده ماراسمس هنا بيعاني من سيفير ويستنج اوف ماسل اند سبكوتينيوس فات، بيبقى عنده سيفير ويستنج اوف ماسلز اند سبكوتينيوس فات، بيفقد العضلات وبيفقد الدهون اللي هي تحت الجلد. بيبقى هنا التشايلد هاف سيفير جروث ريتارديشن، تاخر في النمو. لوكس اولدر ذان هيز ايج، الطفل هنا نتيجة ان هو بيبقى فيه عندي لوس للماسل ولوس للسبكوتينيوس فات بنلاقيه لوكس اولدر ذان هيز ايج، شكله باين اكبر من سنه، بياخد الاولد ايج، شكل الاولد ايج، الناس كبيرة في السن. بنلاقي هنا نو اوديما، اخد بالي هنا هو العلامات اللي بتفرق الطفل هو مرزمك ولا كواشركور، هنا ما عندوش اوديما وما عندوش هيري تشينجز. بنلاقي الطفل هنا alert but miserable، اخد بالي ان هو في الكواشركور كان ابسي وبيبقى هانجري، عنده شعور بالجوع مستمر. ايه هي الديجري اوف مرازمس؟ المرازمس 3 درجات هنتكلم عليهم او 3 مراحل. الفيرست ديجري بيحصل هنا الطفل بيفقد فيها loss of subcutaneous fat of the abdomen وبيحصل weight loss about من 15 to less than 25% of expected weight. يعني ايه الكلام ده؟ المرحلة الأولى أو الدرجة الأولى من المرازمس من مرض الهزال الطفل بيفقد فيها ال subcutaneous fat أو الدهون اللي موجودة فين؟ اللي موجودة في البطن، الموجودة في الأبدومين. وديت بنقول بتمثل قد ايه، بيبقى هنا وزن جسمه اقل من الطبيعي، قلنا بيمثل من 15 لاقل من 25% من الاكسبكتد ويت اللي الوزن اللي المفروض يبقى الطفل عليه. السكند ديجري اوف مارازمس الدرجه الثانيه بيحصل لوس للسبكوتينيوس فات، بيفقد الدهون اللي موجوده فين؟ في السايز والباتوكس خلاص، بالاضافه اللي اتفقدت في البطن في المرحله الاولى. يبقى في السكند ديجري هيفقد الدهون اللي هي موجوده في البطن بلس السبكوتينيوس فات اللي موجوده في السايز وفي الباتوكس. الويت لوس هنا بيفقد من 25 to 35% of the expected weight، بيفقد حوالي من 25% لأقل من 35% من الاكسبكتد ويت من الوزن المتوقع ان يكون عليه. الثيرد ديجري اللي هي الدرجه الثالثه او المرحله الثالثه بيبقى فيه لوس للسبكوتينيوس فات في الابدومين وفي الساي وفي الباتوكس وبصيد في التشيكس والتشاين اللي هي الفاتس اللي موجوده في الفيس. عشان كده بيدي الكاركترستكس اوف مونكي فيس اللي هي شكل المونكي وفي الابيرنس في المظهر. والويت لوس هنا بيبقى مور ذان 35% من الاكسبكتد ويت، بيفقد اكتر من 35% من الوزن المتوقع ان يكون عليه. دي ال3 درجات للمرض الهزيل. ايه هي النورسنج كير للمال نيوتريشنال ديزيز عامه؟ اول حاجه بنقول هنا جيب سمول اماونت اوف فود limited in protein, carbohydrate and fats. اول حاجه بنقول ان احنا بندي الطفل البالانس الدايت اللي هو الغذاء المتوازن ماشي، وبشوف الديفكت كان في ايه عندي بزوده. يعني في الكواشر كور هزود النمبر اوف بروتين او هزود الاماونت اوف بروتينز، في المرازمس هزود الايتمز بتاع الفود كلها اللي هي كميه الغذاء او عناصر الغذاء كلها عشان انا عندي نقص في البروتين ونقص في الكالوريز. تاني حاجه هعمل مينتين البادي تمبريتشر، احافظ ان الطفل دوت درجه حرارته تبقى نورمال. رقم 3 بروفايدز بيريود اوف ريست اند ابروبريت اكتيفيتي اند ستيميوليشن، بخلي الطفل دوت ياخد فترات من الراحه
والانشطه المناسبه. واحنا اتكلمنا قبل كده على البلاينج للتشيلدرن، وقلنا ان البلاينج حسب الايدج ريليتد للايدج وللايه اكتيفيتي، الانشطه اللي بيقوم بيها الطفل. رقم 4 من نيرسينج كير، بنعمل بروتكشن فروم انفكشن. الانفكتد بيرسون ما خلوهوش يتعامل مع الطفل اللي عنده مرازمس او كواشركور، واعمل بريفنشن او بروتكشن للتشايلد دوت من الانجري، من الاصابه للجلد او من اي انجري موجوده. بعمل ويت ديلي، الطفل اللي هو عنده مال نيوتريشنال ديزيز خلاص بعمل له، باخد الوزن بتاعه كل يوم، بعمل تشينج في البوزيشن خصوصا لو في اوديما عشان احافظ على الجلد الطفل. بعمل نيرسينج كير لو الطفل دوت هافينج فوميتنج او دايريا او ديهايدريشن، لو هو عنده الفوميتنج او الدايريا او الديهايدريشن بقدم الرعايه التمريضيه الخاصه بكل عرض. بعمل انتيك ريكورد، الانتيك والاوت بوت، الطفل لازم يتسجل له ايه هو الداخل والخارج واشوف البالانس بتوين الانتيك والاوت بوت. بنعمل سكين كير للتشايلد خصوصا اللي هو عنده اوديما. فريكوانت اسسمنت للجروث والديفلوبمنت، بتابع واقيم حاله النمو والتطور عند الطفل دوت. بعمل مونيتورنج فور اني ساينس اوف كومبليكيشنز، اشوف لو في اي نوع من انواع المضاعفات. بعمل نيوتريشنال كاونسلنج هنا للبيرنت، لازم ياخدوا نيوتريشنال كاونسلنج على الكومبوننت اوف فود وعلى البالانس الدايت وعلى الاماونت اوف كالوريز اللي المفروض الطفل ياخدها من الغذاء. بندي هيلث اديوكيشن اباوت الميديكيشنز اند فولو اب، بندي تثقيف صحي على الادويه اللي المفروض الطفل ياخدها او يمشي عليها واهميه متابعه الطفل دوت عشان اتابع الجروث والديفلوبمنت، النمو والتطور بتاعه. هنتكلم على الديزيز نمبر 3 في المال نيوتريشنال ديزيز اللي هو الريكتس او فيتامين دي ديفيشنسي، نقص فيتامين دي. الريكتس هو عبارة عن ايه؟ بنقول ريكتس is a deficient disease of growing children due to lack of fat soluble vitamin D. هو عبارة عن نقص في النمو الاطفال بينتج من نقص فيتامين دي. الكلينيكال مانيفستيشن، الاعراض والعلامات اللي هتظهر على التشايلد اللي هو عنده ريكتس او بيعاني من الكساح. اول حاجة لو بصينا على الهيد، راس الطفل، هنلاقيها لارج اند سكوير، هنلاقيها لارج خلاص كبيره ومربعه سكوير. تاني حاجه هنلاقي في ليت في الكلوزنج اوف انتيريو فونتانيل، لو الطفل دوت في التودلر ستيج المفروض الانتيريو فونتانيل قلنا هيقفل من سن سنه لسنه ونص خلاص من 12 ل 18 شهر. فلو بصينا هنا على حالة الانتيريور فونتانيل ممكن نلاقي هنا هو ما حصلوش كلوجر، لسه متأخر في القفل الانتيريور فونتانيل. هنلاقي عنده كرينيو تيبز اون بريشر، لما نضغط على البونز بتاعت السكال هنلاقيها كرينيو تيبز اللي هو بتدخل معاك لجوه او في زي مرونة الاستيسيتي في البون. لو بصينا على الثوركس اند ابدومين، شكل القفص الصدري وبطن الطفل اللي عنده ريكتس اللي عنده كساح، هنلاقيها زي الفيجر اللي قدامنا ده. شايفين الفيجر؟ شايفين شكل الضلوع؟ خلاص شايفين هنا بداية الضلوع كده، بداية التحام الضلوع خلاص مع الحجاب الحاجز، عاملة زي عقد كده زي حبات السبحة. شايفين البطن هنا بروتريوتد خلاص، واخدة الشكل الدائري. ثوركس اند ابدومين، اول حاجه بنلاقي هنا الشيست بيبقى بايجون شيست، بايجون شيست واخد شكل صدر الحمامه اللي هو شكل الثمانيه. بنلاقي هنا في حاجه اسمها راكيتك روزري اللي احنا اتكلمنا عليها، قلنا التحام الضلوع مع التحام الضلوع مع الحجاب الحاجز ومع مع الاسترنم خلاص مكانها محبب او عامل زي حبات السبحه فبنسميها راكيتك روزري. بيبقى فيه دورزال كيفوزيس، انحناءات،
بيبقى فيه ريلاكسيشن في الابدومينال ماسل اللي هي ارتخاء في عضلات البطن، ودوت بيؤدي اللي على طول ان الطفل ده بيعاني من الامساك، يبقى ريلاكسيشن اوف ابدومينال ماسلز ليدز تو كونستيبيشن بيؤدي الى امساك. لو شفنا الشكل الاكستريمتيز هنا عند الطفل اللي عنده ريكتس زي الفيجر اللي قدامكم كده، شايفين التقوس اللي عند النيه، شايفين القدمين التقوس اللي موجود فيها، بنقول هنا في الاكستريمتيز بيبقى فيه في الطفل اللي هاف ريكتس بيبقى عنده باو ليجز تقوس في الاقدام، ونوك ني تقوس في الركب، ويز فلات فوت في الاقدام. في عندي اذر كلينيكال مانيفيستيشن، في اعراض تانية غير اللي حاصله في اللي باينه في الراس، وغير اللي هي في الصدر والابدومين، وغير اللي في الاطراف زي الدنتال ديفورميتيز، في عنده مشاكل مع الاسنان، في عندي بون بين امبيرد جروس، بيبقى فيه هنا امبيرد الجروس، بيبقى عندي انكريزد البون فراكتشر اللي هي زيادة معدلات الكسور، او بيحصل هنا كسور في الاطفال، بيبقى عندي ماسل كرامبز على طول الطفل دوت بيشتكي من ايه، تقلصات في العضلات او سبازم في العضلات. هتكلم على التريتمنت والبريفنشن للريكتس. بنقول هنا التريتمنت باي اورال ادمنستريشن اوف لارج دوز اوف فيتامين دي، جنرالي بياخد 1500 وحده ل 5000 انترناشونال يونت، الاي يو دي اللي هي انترناشونال يونت اللي هي وحده دوليه، فور اباوت امانس. يبقى الطفل اللي عنده كساح اللي هافينج ريكتس خلاص التريتمنت بتاعه بياخد فيتامين دي من 1500 ل 5000 انترناشونال يونت لمده شهر بير مانس خلاص، او اباوت 1 مانس ديت عشان اعالج الريكتس. لكن ايه الديلي ريكويرمنت بقى لفيتامين دي اللي هي احتياجه اليومي؟ المفروض ياخد 400 اي يو اللي هي 400 وحده دوليه على مدار اليوم. هتكلم على رول اوف ذا نيرس، ايه هي النيرسينج كير للتشايلد اللي هافينج ريكتس؟ اول حاجه بنعمل هاندل جنتلي اند تيرنت فريكوينتلي. الطفل دوت بيبقى عنده لايبيليتي للفراكتشر ان يحصل له كسور، بيبقى هاي ريسك للفراكتشر عامه، فبالتالي اما اجي احمل الطفل او اوجهه لازم هاندل جنتلي، بمسكه بلطف وبعمل له تيرنينج للبوزيشن فريكوينتلي، بغير وضعه خلاص يفضل كل ساعتين. لو الطفل دوت في الانفانسي ستيج خلاص، لما تيجي الام تتعامل معايا مع الدايبر تعمل تشينج للدايبر هنا از ابلايد لوزلي، يبقى برضو بلطف وهي بتغير البامبرز للطفل. بوت ذا تشايلد ان كوريكت بوزيشن، مهم جدا ان نحطه في الكوريكت بوزيشن على اساس انه ما يحصلوش فراكتشر وما يبقاش عنده ديفورميتيز في البونز. رابع حاجه بنقول ان التشايلد هنا شود اكسبوزد تو سان شاين، لازم الطفل ده اعرضه لضوء الشمس. طب هعرضه لضوء الشمس امتى؟ قال لي اهم حاجه يبقى قبل الساعه 11 الصبح اند افتر 3 بي ام، بعد الساعه 3 بعد الظهر. ليه؟ عشان اتجنب اشعه الشمس الضاره. يبقى هنا هو exposed the child to sunshine before 11 a.m. and after 3 p.m. طب هعرضه قد ايه؟ قال لي for 10 minutes، وبعد كده بزود التايم increase frequently. give the child diet rich in vitamin D. الطفل اللي عنده كساح مهم جدا ان الغذاء بتاعه يحتوي على فيتامين دي. kept the child from putting their weight on legs or spinal column. الاطفال لما تبقى في سن المدرسه في السكول ايدج خلاص بتبقى شايله طبعا الباك بتاعها على ظهرها، فيفضل هنا ان الباك بتاع الطفل او شنطه الطفل ما يبقاش فيها اوزان،
فدوت معناه كيبت ذا تشايلد فروم بوتينج زير ويت، ان انا ما احطش اثقال او حاجه ليها وزن خلاص، وبالتالي هتاثر على الليجز وعلى السباينال كولوم وعلى العمود الفقري بتاعه. لايل للتشايلد اون فيرم ماتريس، النوع الماتريس التشايلد هيحصل سليبنج هنا عليها لازم تبقى فيرم، عشان قلت بيحصل له ديفورميتي، بيبقى فيه تشوهات في البونز نتيجه الريكتس. جيف هيلثي اديوكيشن، بندي هنا تثقيف صحي للبيرنت اباوت ذا بروبلم اباوت الريكتس، خلاص هو عباره عن ايه، بينتج من ايه، ايه هاو تو بريفنت الريكتس، امنعه ازاي، هاو تو تريت الريكتس، والدايت ويتش كونتين فيتامين دي، ايه هو الغذاء اللي المفروض يحتوي على فيتامين د اللي انا هديه للطفل. Thank you.